وغالبا تظهر اضطرابات الجهاز الهضمي والأمعاء على شكل أعراض عديدة. عندما بتتفاقم هاي الحالة يعتبر تنظير الجهاز الهضمي أداة حيوية لاكتشاف الأمراض في المراحل المبكرة. هيك يمكن رشا بيلجأوا الأطباء لهيدا الفحص كرمال نعرف إذا في أي مشكلة اليوم. ومثل ما قلتي المبكرة تماماً. يعني دائما الأطباء بيقولوا الكشف المبكر لأي حالة كانت هضمية أو غير هضمية هي عم تكون حل ب النتائج الشفاء السريعة. اليوم رح نروح لنحكي أكثر عن هذا التنظير. التنظير كيف بيكون، كيف طريقته، شو قيمه الدكتور اليوم بيكون بحاجه لهذا التنظير، وشو هي اهم مخاطره وغيره من الاستفسارات حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور ملهم عبد العزيز علي، وحضرته استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بدايه نعرف المشاهدين احنا شو بنقصد بالتنظير بشكل عام والتنظير السفلي بشكل خاص. هلا مثل ما حكيت الأنسة انه هو ضروري جدا التشخيص المبكر لاي مرض بالجهاز بجسم الانسان، مو بس الجهاز الهضمي، التشخيص المبكر هو ضروري. هلا احنا عندنا اقسام التنظير الهضمي. طبعا الجهاز الهضمي هو يقسم من الفم الى الشرج، عندنا جهاز هضمي علوي وجهاز هضمي سفلي بالاضافه الى امراض الكبد والبنكرياس الى تنظير خاص وتصوير خاص. فنحن عندنا التنظير الهضمي العلوي والتنظير الهضمي السفلي وتصوير الاقنيه الصفراويه او الاي ار سي بي. هلا اذا بدنا نفصل شوي على تنظير الهضم السفلي، له أهمية أكثر من تنظير الهضم العلوي بكثير، لأنه نحن تنظير الهضم العلوي مشاكله أو أمراضه فينا نستعين عن التنظير شوي أحيانا عن طريق اختبارات تنفسية أو شيء، أما التنظير الهضم السفلي ضروري لتشخيص وفحص السرير الدقيق للأمراض المختلفة. هو التنظير هو إجراء بسيط آمن جدا، العالم كله متخوف منه، خاف منه، بقول أنا لا بعمل أي شيء دكتور وما بعمل تنظير، أخبرني عام بالك يعني ممكن أنا أعمل قسطرة قلبية وما أعمل تنظير، رغم أنه في تخدير. يعني نحن الإجراء هو أول شيء تحضير، تحضيره هو صعب، يعني أنت مو التنظير كإجراء لأنه هو 10 دقائق 12 دقيقة، ولكن التحضير لأنه بده ياخذ المريض ملينات ومسهلات عشان ينظف كامل الكولون قبل 24 ساعة، بالإضافة إلى السوائل لحتى يكون الكولون نظيف. وقت نحن نعمل تنظير كولون نشوف بالكاميرا شو في جوا. المنظار هو منظار بسيط مرن شي متر ونص سنتي تقريبا، يحتوي كاميرا ويحتوي وركشوب قناة عمل ويحتوي إلى ضوء عشان يعطينا الصورة الأساسية. وقت يجينا المريض نحن بأعراض هضمية، هلا منفصلها شوي. أنت أنا هون بدي أسألك، يعني أنت اليوم كطبيب اليوم إيمت أنت بتضطر لي التنظير؟ يعني شو بتكون الحالات اللي تستوجب؟ هلا للأسف نحن ما عندنا ثقافة طبية تنظير بهذا الموضوع. برجع بقول لك يعني دائما بعاني مع المرضى أنه بيضلوا 6 سنين لحتى ياخذوا القرار. بعدين شو الشكوى اللي بيجوا فيها؟ يعني مثلا هلا الشباب، أنا أعمار الشباب وجود البواسير، البواسير أو التوسعات الوعائية، وأغلب الناس وخاصة الحلاقين أو بنقول اللي بيشتغلوا مهن وقوف أو قاعدين فترة طويلة مكتبية أو شيء، فالبواسير كهو عرض نكسه المتكرر أو يعني ظهوره أول مرة وثاني مرة خاصة بعمر الشباب. إحنا ما نقول بس بواسير، لازم ننظر لحتى نشوف شو فيه. ظهور الدم، يعني أنا مثلا عندي إذا بدي أسمم الأعراض، الألم البطني المبهم ما يحتاج تنظير هضمي، ألم بطني مبهم لأنه أغلبيتهم بيكونوا IBS أو تشنج كولون عصبي، ولكن ظهور أعراض هضمية سفلية غير الألم البطني مثل مثلا وجود الدم بالبراز. أول شيء بقول تغير عدد التغوط، مرة أمساك مرة إسهال، مرة أمساك مرة إسهال لفترات متعددة، أو أمساك كمية كبيرة وقت طويل 5-7 أيام عدم خروج، أو إسهال لوقت طويل. هلأ عند الشباب وقت يطلع الدم مره واثنين وثلاثه ما بقول انا بدي هي بواسير، لا ممكن اعمل تنظير كولون لاكتشف الامراض. عند الكبار اهم عرض عندي هو الامساك، الامساك ونقص الوزن. يعني انا ممكن الجا بهي الحاله، عم نحكي نحن سريريا العكس، الامساك زياده وزن. ايه هو ممكن انه ما حدا بيخرج او شيء، ولكن يترافق دائما الامساك عند كبار السن بالاورام والاورام الهضميه. فوجود الامساك عند كبير السن مع نقص وزن هذا خلص مؤشر هاي ريسك انه يلا انا لازم اعمل تنظير ضروري بالاجبار. يعني لو بدي اجبر المريض لازم اعمل تنظير. عند الشباب ممكن نتهاون شوي، ممكن نعمل طبقه محوري، ممكن تعمل رنين مغناطيسي اذا هو خايف من المنظر. بس انا حابب نوه اهم شيء بهي الفقره انه احنا منظار الكولون ما بيخوف، لا بيعمل جروح ولا بيعمل اختلاطات جوا او بيعمل انسقاب لا سمح الله، خاصه اذا كان الطبيب ايده خبيره والمريض محضر بشكل نفسي جيد. صحيح دكتور، ذكرت انه نحن اليوم كان ما في ثقافه او وعي كثير بهيدا الموضوع لهيك الناس بتتخوف منه. خلينا نخبر اكثر شو هي التحضيرات يلي بتسبق مرحله التنظير الهضمي. يعني هلا التنظير في له يوم تحضير. هلا العلوي اسهل ليش من تنظير المعده؟ لانه صيام 6 ساعات فقط. اما تنظير الكولون نحن لازم قبل بيومين
نبلش سوائل، نوقف الاكلات الجامده او الاكلات الصلبه لانه بتؤدي لتشكل كتله برازيه بتعيقنا بالاجراء التنظيري. فلازم اول شيء نضل يومين على سوائل وعصائر رائقه تماما. في عنا ظروف هيك بنحلها بلتر ماء او اربع ظروف مثل الملينات، هي نستخدمها او نشربها على مدار 12 ساعه قبل يوم التنظير. في حبوب كمان مثل معروف هو زيت الخروع او شيء نحن بنعمله، بتعمل مغص هي دكتور كثير، بتعمل مغص، بتعمل مغص هي كثير. فممكن نحن نحط مثلا هدول الحبوب نستخدمهم كل ساعتين حبتين بالاضافه الى الحقن الشرجيه. التحضير هو الصعب لانه انت ما فيك تتحرك، بدك تضل قريب من بالبيت يعني، ولانه في خروج متكرر بصير في اسهال شديد يعني. فكمان بفيدنا المريض يكون عم يراقب الاسهال، كيف هل في دم كثير، هل عم يطلع معه شيء جلطات دمويه او شيء، انا هي بتفيدني بالتشخيص الثاني بعد اجراء التنظير. فالتحضير هو الصعب فقط يعني، انا بالتنظير الكورون لازم هو انه التحضير الصعب. طيب دكتور، يعني هدول الاجراءات وقت بيكون المريض يعني على وعي وثقافه انه هو بحاجه لها، ممكن تكون هيني القصه عندك، ولكن هل في مضاعفات بعد اجراء عمليه التنظير؟ هل نحن تحت تخدير عام؟ تماما. هلا هو هي فكره كثير مهمه، نحن ما له تخدير عمليات يعني ما بندخل عمليه، نحن بنجري بالعياده اجراء تنظير الهضمي العلوي والسفلي بالعياده، فقط تصوير الاغنيه الصفراويه بصير بعمليه لانه بده جهاز خاص. فالتخدير هو بروبوفول، ماده امنه جدا بسيطه، بتنعطى عن طريق وريد، لا هو تنويم يعني سيديشن، تركيب فينا نقول، عن طريق الوريد بنفتح وريد وبنعطيه للمريض 5 سم من هاي الماده، بينام نوم عميق فينا نسميه، بس هو تنفسا قلبيا ما له موصول على اجهزه التنفس، مراقب بالمونيتور فقط، ممكن نحتاج اكسجين احيانا اذا نزل اكسجين. ما تتخوف من اي طارئ دكتور؟ هلا اكيد رح تكون عيادتنا مجهزه، نحن مجهزينها بامبو، مجهزينها لا سمح الله اذا احتجنا تمسيد او دعم حياتي المتقدم موجود. وكمان في عندنا الاستشارات بدها تكون قبل، يعني مريض عمره 60 سنه استشاره قلبيه، مريضه بدينه بدنا نراعي هذا الموضوع، انه البدانه كثير بتاثر علينا بالاجراء، لانه هو الوضعيه اذا بدنا نفهمها نحن بين قوسين، هي المريض ينام على جنبه اليسار وبده يطوي ركبه على بطنه لياخذ هي الوضعيه حتى الكولون ينفرد، الكولون هو على تقريبا متر و60 سنتي، هو كله زوايا يعني اذا بنخيله، فهو زوايا، فوقت بنلاقي مثلا المريض العصبي كثير بيكون عصبي خلال حياته بنلاقي كولون كثير متزوج، بصراحه له علاقه فيه يعني، فبتلاقي نحن بتعذر كطبيب بالاجراء، لانه انت لازم يكون دخولك سريع ما له راد، عرفتي، ويكون تجاوز الزوايا يكون سهل لتوصل لنهايه الامعاء الدقيقه، الهدف منها تشخيص بهي المنطقه. تمام. تفضلي. تمام دكتور، يعني ذكرت نقطه، اليوم في كثير من الناس عندهم امراض مزمنه مثل الضغط والقلب، طب هذول اليوم قادرين فعلا يلجؤوا للتنظير بما انه نحن عم نحكي عن تخدير؟ فخبرنا اكثر كلمه نعطيه. نحن اهم شغله مثل ما حكيت لحضرتك، اذا كان المريض عنده مشكله قلبيه حقيقيه يعني الاي اف 27 25 وظيفه القلب وقصور القلب، يحتاج استشاره قلبيه وقد تكون تخديريه، وهذا بنعمل بالمشفى بصراحه لانه يحمل هاي ريسك يعني. فنحن واهم شغله بالتنظير الهضمي السفلي انه ممكن نحرض وقت الدخول بقناه الشرج او بالشرج بشكل عام، بصير تحريضنا المبهم للعصب المبهم، فبصير بطء نبط، هي كمان بنكون كثير دقيقين عليها، ولكن هو امن من العلوي لانه ما في شيء مجرى تنفس، نحن عم نشتغل بالكولون يعني بعد من فوق. هلا اهم شغله بيهمني بالمرضى التمييع، وقت يكون المريض عم ياخذ مميع، مريض قلبي، هذا كثير بهمنا لانه نحن ممكن جوا نعمل اجراءات نحن بنحكي عنها، نستأصل بوليب، نحقن قرحه، ناخذ خزعه، فاذا كان عم ياخذ وارفارين او مميع قوي كثير لازم يكون مدروس وموقف قبل 72 ساعه. للاسف حكيم في كثير اشخاص يعني ما قدروا انهم يعملوا هذا التنظير بسبب الوضع القلبي اللي عندهم، يعني الدكتور امتنع كان عندهم حالك. نعم نحكي بفكره بطريقه التنظير، ووصلنا نحن بنهايه الكاميرا لنهايه الامعاء الكولون يعني بدايه الامعاء الدقيقه. فيما بعد كنتائج يعني بفي المريض مرتاح؟ في شيء مضاعفات؟ هل هو بحاجه انه يرتاح؟ هلا انت اذا بدك تقارني فئات المنظار بالاثار الجانبيه قالوا لا، فانا متحمل اثر جانبي. هلا اهم اثر او اسوء اثر ممكن يصير او ازعاج هو البلوتينج، النفخه الشديده، لانه بتنفخ غاز، نحن عندنا كولون عم يتحرك بشكل هو ليف عضلي، هو ليف عضلي، هو عضلات عم تتحرك، فوقت نحن بندخل بالمنظار من تحت بدنا ننفخ قدامنا، نفتح الساحه، فبصير في ضغط هواء، هذا الهواء ما فيني اسحبه كله وانا طالع. شو بيعمل له للمريض؟ يعني بيعمل نفخه شديده، بده يضطر على الحمام اكثر من مره، بده يضطر يشرب وياكل شويه، لانه هو معدته 24 ساعه او كولون بلا اكل، بده يبلش شوي شوي، فبده يحس بانضغاطات انزعاجات. هلا النزيف حقيقي ما في،
تمام. عرفتي امتى بصير لا سمح الله في عندنا مرض بالقولون بسموه داء الرتوج؟ شو هو دكتور؟ داء الرتوج هو مثل جيوب صغيره متشكله ضمن الأمعاء ضمن القولون وبتحوي بعض المفرزات البرازيه، هي قد تلتهب او تنزف او قد تنسقب. بس الدكتور يعني عنده خبره، ممكن لا سمح الله اذا ما كان منتبه، اذا ما عنده خبره يدخل بالرتج فيعمل انسقاب للمريض. هي خطر الوحيد بالتنزيل القولون هو البرفريشن الممكن يصير. طيب عندي سؤال دكتور، مده التنزيل قد ايه بتكون؟ هل هي بتطول او لا؟ خلينا على حسب انت شو ناوي نعمل احنا بالمنظار. يعني اذا احنا بس فقط منظار تشخيصي، اذا في خبره ممكن 10 دقائق 12 دقيقه. اما اذا كان عندي مثلا انا بوليب بوليب على سبيل المثال، شو يعني بوليب؟ يعني هو مثل حبة صغيرة تتوسع أو تندب ليفي، هذا نحن لازم نشخصه، نأخذ منه خزعات ولازم نستأصله لأنه داخل الأمعاء أصدق دكتور، بصير داخل الكولون بصير ورم. أنا فكرتي هون أنه يا جماعة أي حدا فوق ال 45 سنة ينزل الكولون، لأنه أورام الكولون ما له مثل الكولون، ما له موعى، نحن ما بنحس بالفضلات عم تمشي بكولوننا، فما في أعصاب ما في إحساس. فأعراضه الهضمية يعني ممكن الولد يا حرام المريض يصير معه سرطان وما له حاس بحاله، فضروري تنزيل الكولون. طيب دكتور بعد بعد هدول الإجراءات شو أهم الحالات أو أكثر شيء شيوعا يعني عم تلاقوا أنه موجودة أنه عم تطلع خلال التنظيم؟ هلا أنا أكثر شيء عم شوفه بعمر الشباب بال 35 سنة أو 30 كلون سنة كلون عصبي. شنو كلون عصبي؟ اللي هي هو بصمة، هي بصمة مع الهوية. يعني بيحكي معك المريض بيقول لك دكتور أنا معي إمساك ومعي إسهال وأنا معي كلون عصبي، هو مشخص حاله. أحيانا لا بجوز وجارتي أعطتني هذا الظرف، وجارتي أعطتني هذا الظرف كثير ارتحت عليه وأنا سافرت برا سوريا شهرين انبسطت، عرفتي؟ فلا هو نحن تنظير يعني لازم نفهم انه في عنا امراض بتعمل هي الاعراض هي. هلا انا الشباب كثير منبه انه انت روح نظر اذا عندك بواسير ناكسه متكرره او عندك دم بالبراز او عندك اسهال مزمن او عندك حتى الام عضليه او الام مفصليه او حتى تشوش بالرؤيه، لانه هي في عنا مرضين بالكولون داء كولون التهاب الكولون القرحي بيعطوا هي الاعراض وما بتشخصوا غير بالمنظار. عرفتي؟ اما الكبار بالسن اي حدا فوق ال 40 45 سنه للاسف انا بشوف اورام او بشوف بوليبات فلا بد من تنظير الكولون. يعني نحن اهم شيء ممكن نربط بواسير، ممكن نستأصل بوليبات وممكن نحقن قرحات اثناء الاجراء. تمام دكتور، شو في نستنيقات حابب تضوي عليها اليوم بموضوع التنظير السفلي او التنظير العام؟ هلا بشكل عام انا موضوع التنظير اهم شيء ينعمل بعد استشارات تخديريه مثل ما حكينا عند مرضى كبار السن، وما نضل متخوفين منه. انا مشكلتي انه يعني هلا يمكن على الطريق عم بحكي انا وحدا قلت له انه عامل لك تنظير هضمي علوي، لا دخيلك دكتور ما بدي تنظير ارجوك انت دكتور ايدك اخذي كمان المكشف. فانا بنصح اي حدا عن جد عنده عرض هضمي مهم او متكرر يعمل تنظير هضمي سفلي. واذا كان كبير بالسن وعندنا اقارب الدرجه الاولى، هي لازم حطها نقطه مهمه كثير، انه يعملوا تنظير اذا عنده حدا مثلا عنده ورم الاب او الام او الاخت او الاخ او الخال او العم، لازم نحن نعمل تنظير لكل افراد العائله، لانه بجوز يكون يصير في ورم ونحن ما نحسب حسابه. طيب دكتور هل في بعض الحالات ممكن الكولون يصير فيه ثقب؟ طبعا هلا هي حالات البرفريشن هي قلت لك عنها داء الرتوج، هلا حكينا انه ممكن تجي كتله برازيه بهذه المنطقه وتلتهب وتنسقب تعمل ثقب وبالتالي بيسبب دخول باقي الامعاء. لا هلا هون اذا صار في ثقب نحن حاله اسعافيه امرجنسي، بدنا دخول مشفى، بدنا جراحه اسعافيه، لانه ندخل بالتهاب سفاق او التهاب بريتوان بنسميه، هذا النسيج المحيط بالبطن بسموه البريتوان، التهاب بريتوان معمم، هذا حاله مهدده للحياه. اعراض الاحتشاءات المساريقيه كمان تحتاج جراحه، والامراض المزمنه اللي حكينا عنها قبل شوي تبع داء كرون والتهاب الكولون القرحي، لانه داء كرون بيعمل نواسير بيفتح مثل ناسور بين الكولون والجلد او بين الكولون والمثانه او المهبل لدى المراه، فهي حالات بصير فيها انسقاب. فنحن خلينا ننظر بكير ما نخاف فعالي كولونيا هي الكلمه. ومشكلة انه في عن جد في كولونات بتطول الاجراء، يعني في كولونات سبحان الله بتكون طويله والمريض نحيف كثير بيعذب اثناء الاجراء، لانه بيكون كولونه كثير زوايا والمريض السنين كمان بيعذب انه بيكون كولون ممتط شوي. فالاجراء هو ما في اثار جانبيه سيئه، هي بشان السؤال امن كرمال نطمن كل حدا شوفنا. تمام يعني معلومات كثير مهمه دكتور من حضرتك، خلينا هيك بس بالختام نعطي نصائح سريعه لكل يلي عم يتابعونا لليوم. هلا نحن حتى نحمي كولوننا اذا بنقول خلينا نعامل الكولون مثل اي شيء بالجسم، مو بس نهتم بوشنا وكذا، نهتم بالكولون يعني، فلازم يكون اكلنا متنوع ومتعدد للعسل لا ونعتمد على الالياف كثير، ويكون اكلنا بعيد عن النشويات بكميه كثيره، فما يصير عندنا امساك خاصه كبار السن والمقعدين لازم يكون اكلهم فيه الياف وسوائل. تمام
بدنا نشكرك دكتور لحضورك لكل لأيك. المعلومات يلي ذكرتها، وبنرجع دائما بنقول نحن الوقاية والتشفيك صحيح. المبكر لأي حالة هي أول خطوة بالعلاج، بوفر رحلة عليك وعلى المريض. صحيح. شكرا دكتور ملهم عبد العزيز علي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، صباح الخير لك عن جديد. شكرا لك، يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور ولوجودك معنا لليوم.